لسه مكملين ست الحسن، وشفنا السنه دي في 2017 ان السوشيال ميديا او الفيسبوك او الانستجرام او كل حاجات السوشيال ميديا عامه عملت طفره في حياه ناس كتير قوي وغيرت حاجات كتير قوي في حياتهم. ناس كتير قوي كانوا بيحلموا يبقوا مغنيين عملتهم مغنيين مشهورين، ناس كتير كانوا بيحلموا يبقوا ممثلين وبيعملوا سايتس على الفيسبوك وبيعملوا بيج زي رشا وحماتها ونجحوا برضه. احبهم هم اصحابي. بس والنهارده معانا حد مهم قوي. الحد ده عمل بيج على الفيسبوك والبيج دي عملت فولورز كتيره قوي. معانا ياسمين صلاح النهارده خريجه تربيه موسيقيه باجتهادها ياسمين المختلف فيها انها ما شاء الله لا قوه الا بالله زي القمر. مش بس كده، هي عندها 20 سنه بس، صوتها مميز جدا، ظهرت على الفيسبوك على السوشيال ميديا وناس اتفرجت عليها، عملت اغنيه شيرتها والناس شيرتها، ومن هنا ابتدى يبقى عندها فولورز كتير قوي. وصلوا الفولورز بتوعها او المتابعين بتوعها لحوالي 16500 مشاهد على الفيسبوك. على الفيسبوك اه. ايه الحلاوه دي؟ بس ياسمين ازيك؟ منورانا. ايه الجمال ده؟ لا صوتك جميل كده ودخلتك علينا طلتك. لا دي بحه، دي برد يعني ده كده. البرد ولا دي بحه خلقت ربنا؟ لا دي كمان دي برد. وبعد كده طب النبي اشربي الميه السخنه ما تقلقيش لسه شويه. عندك كم سنه يا ياسمين؟ عندي 20. عندك 20؟ بتغني بقالك قد ايه؟ من وانا عندي تقريبا 10 سنين. ما دخلتيش من المسابقات اللي بنشوفها وبنحضرها وحاجات كده؟ هو انا يعني ما خدتش الستاب جد مره، يعني كتير مثلا صحابي طيب روحي او كده، بس ولا مره خدت الستاب جد. يعني ياسمين انت هتعرفي تغني النهارده؟ هنحاول مع بعض. لا بجد؟ انت ايه اللي عمل يعني ايه اللي خلى اسم ياسمين يتردد على في السوشيال ميديا؟ يعني ايه اللي غنيتيه علق مع الناس قوي كده؟ بصي انا اصلا الاول كنت جدا بخاف من السوشيال ميديا، وانا ممكن شخصيه اجتماعيه شويه. في ليه كنت خايفه يا ياسمين؟ معلش. بخاف من ردود افعال الناس. أوه. جدا. فالموضوع ده كان ساعات كتير بيقلقني جدا، فكان بيخليني انه لا بلاش اعمل بيج، بلاش ان انا مثلا اطلع لايف او كده، بخاف انه اتعامل مع الناس دايركت، لانه السوشيال ميديا صريحه زياده عن اللزوم. هي سلاح ذو حدين طبعا. لازم تستخدم صح. بالظبط. فكنت بخاف جدا انه يجي لي رد فعل وحش فاتضايق او اخد على خاطري او كده. فبدات مؤخرا بقى من صحابي برضو ان هم بداوا ان هم يزقوني شويه في موضوع السوشيال ميديا. ومن ساعه ما دخلت السوشيال ميديا وانا يعني بحاول ان انا اتقدم، وفعلا ستيب باي ستيب اتقدم. غنيتي ايه للناس عجبهم اول ما دخلتي العالم ده؟ عملت أغنية مع هي أصلا يعني بتاعت الجريني، أفتح الجريني، وسجلتها مع محمد عاطف وهو نزلها على البيج عنده، بدأت الأغنية تتشاف جدا. بعد كده بدأنا إن احنا نطلع لايف مثلا مرة أو اتنين. بعد كده عملت مؤخرا بقى بيج، بدأت أطلع من البيج دي لايف وبغني بقى الأغاني اللي هي الترند يعني اللي كل الناس بتحبها، الحاجات العالية يعني. تتر المسلسلات. بدأت البيج ان هي بتسمعيني حاجة؟ اوكي. اشربي شوية مية سخنين كده واستهديني عشان صوتك يطلع مظبوط. انت المفروض تفضلي طول الوقت محافظة على أحبالك الصوتية دي. يلا على مهلك. بسم الله. وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معك أخدني معك من غير ما تفكر أخدني معك. أنا مش ممكن أبداً أقدر على الأشواق يوم لما تسافر، وحياتي عندك وحياتي عندك. سلام، دخل أنت على التقيل ذكرى على طول رحمة الله عليها، ربنا يرحمها يا رب. دي أول حاجة أنت غنيتيها للناس؟ لا. مال إيه؟ انا اخترتها عشان اغنيها النهارده يعني. طب يلا غني لنا حاجه تاني.
مش هسيب. انت غنيتي فيديو طوفان مش كده يا وعمل 40,000 مشاهده. طب غني اوكي طوفان. هو طوفان مين اللي بيغني التتر اصلا؟ ابراهيم الحكمي. اوكي ده جميل جدا. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس حتى لو طلع له مارد من الفانوس عبد عند القرش عادي ما بينكرش من جوا ديب سعران ومن بره طاووس ياللي حاسب حسبتك ارقام بعتي نفسك والجني على كام قبل ما تجور على البشر وتدوس الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. حلوة حلوة حلوة. انتي قبل الهوا بقى قلتي بتغني لشيرين بتحبي شيرين وانا بحب شيرين اصلي قوي قوي. فدينا بقى حتة شيرين بقى حتة طويلة شوية. تعبان وكنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح ومش فاضلي من غير حبة جروح مع السلامة يا حبيبي وفي أمان عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. الله الله جميل جميل. برافو. عدوى هي حكايه الغنى على السوشيال ميديا يعني احنا لسه كانت معانا ياسمين برضو وكانت غنت واحده من تترات المسلسلات تقابل ناس ياسمين عادي ناس طبعا يعني ياسمين برضو تالقت جدا في الغنوه دي برغم انها مش غنوتها وتتر مسلسل وشفناها كتير من التلفزيونات التلفزيونات العربيه كتير استضافت ياسمين ومعرفش هي بقت عدوى يعني تقدري تحققي نجوميه دلوقتي بغنوه مش غنوتك بتكاليف بسيطه وعلى صفحه وعلى لايف على السوشيال ميديا. هو الموضوع زي ما هي يعني حضرتك قلتي ان هو سلاح ذو حدين. هو حاجه كويسه جدا هي مش عدوى بس هي دلوقتي بقت سهله يعني حاجه متاحه للناس اللي هي ممكن مش قادره ان هي مثلا تدفع فيديو كليب حاجه كبيره جدا ودلوقتي يعني اكيد في انتاج بس مش بطريقه كبيره زي الـ يعني قديم قليل كمان لما شركات الانتاج الكبيره تدور هي بنفسها ان هي تلاقي حد جديد دايما بياخدوا الحاجه الزهره شويه ممكن لو حاجه صغيره زهره ممكن هم يكبروها يعني فقليل جدا دلوقتي شركات الانتاج اللي بتعمل كده الحمد لله ان ربنا كرمني بواحده يعني تشانل برودكشن هي فعلا بتدور على الناس دي فهي السوشيال ميديا حاجه متاحه جدا بالنسبه لينا احنا لسه صغيرين لسه في اول ان احنا بنبدا حياتنا في الموضوع فمحتاجين ناس تكون جنبنا بطريقه سهله وسريعه وحاجه احنا بنعملها يعني احنا عاده يعني السوشيال ميديا اصلا احنا كلنا فيها فان انت تبداي ان انت تتعاملي بموهبتك فيها دي حاجه بتكون سهله عليكي اصلا يعني. يعني السوشيال ميديا الناس بتوع شركه الانتاج عرفوكي عن طريق صفحة الفيسبوك مثلا؟ لا انا ما دخلت شركة الانتاج فعليا هم اللي بدأوا ان هم يبوش الموضوع ده معايا هي اصلا شركة الشركة مسكها مستر شادي مقار اخو ريمون اخو ريمون اخو ريمون الصغير ان شاء الله دي عيله كلها واعدين جدا هم فنانين جدا جدا ويعني يعني بيتذوقوا الفن بشكل جامد يعني بالظبط برافو عليكي هو الاول خالص انه كان في كاستنج لفيلم مستر شادي عامله علشان يعني زي ميوزيكال موفي او حاجه زي كده فتبدا الناس ان هي تغني في الفيلم بطريقه مزيكا جديده بطريقه جديده
وعاده في مصر ما فيش حد عمل فكره ان يكون ميوزيكال موفي يعني. فروحت الكاستنج فعلا كانوا كل الناس الموجودين زي بالظبط مش معروفين خالص، هم جايين يعملوا كاستنج، وفعلا الناس اللي اختاروها يعني من الكاستنج من واحده منهم. يعني انت تبي في الفيلم ده؟ اه تبي بتغني ولا تبي بتمثلي؟ بمثل وبغني. الله كمان الحلاوه دي يعني، دي خطواتك الجايه بقى تغني وتمثلي. دول بيطلعين منك بقى كل المواهب المدفونه يعني، هو شادي كده مطلع كل المواهب المدفونه. برافو. طب عايزين ناخد، في ناس بتتصل معرفش عايزين منك ايه؟ يا عائشه تخضيش. يا عائشه معانا تليفونات. عائشه الو ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. استسمحك بس توطي التلفزيون شويه. الو هنفضل سامعين بعض كده بطريقه متعبه لحد ما نوطي التلفزيون. اهلا بيك يا حبيبتي. دي مامتي. لا انا عايزه انا مامتي ياسمين، عايزه اكلمها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مش عارفه توصلي لها في اي حته، قفشتك هنا. ياسمين معاك يا حبيبتي. ايوه ايه عايزه تقول لها ايه؟ ازيك يا ماما عامله ايه حبيبتي؟ ازيك يا ياسمين عامله ايه؟ انت ما بتشوفيهاش ولا ايه؟ لا بتشوفيها. ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب. ثانك يو يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا فرحانه بيك يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب. حبيبتي متشكره. مش خايف عليها بقى من النجوميه والاجواء بتاعت الفنانين دي؟ مش قلقانه؟ اكيد اكيد خايف عليها من كل حاجه. بس نفسك تشوفيها نجمه. نفسك تشوفيها نجمه. اكيد. بقول لك بتحبي تسمعي منها ايه؟ بتحبي تسمعي منها ايه؟ بحب اسمع منها يا طيب لانغام. حلو قوي ده، هتغنيها دلوقتي. نشكرك يا حبيبه قلبي، نورتينا وشرفتينا. ربنا يحفظها لك ويوفقها يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. سمعي حلواني بقى الحته اللي هي بتحبها. في حلواني ياسمين. يلا سمعينا يا طيب لانغام. اوكي. كسفتك ها؟ يلا. يا اعز واغلى واطيب قلب، فصل العالم معنى الحب، وانشوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبت القلب بتتعيب. يا طيب حبيتك حبيتك أنا، مع إن الحب اللي جمعنا ما بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معنى. خد قلبي وهات قلبك، هاتوا يا ابو قلب حياتي بدقاته، والحب ده عقد من الياسمين، وقلوب العشاق حباته، والحب ده عمر، وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته؟ صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته، صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته، وإيه يعني يقول عليك طيب يا طيب. الله برافو. الله جميلة. معانا تليفونات تاني صح؟ أم عبد الرحمن. ألو. أهلا أهلا. ألو. أيوة يا حبيبتي أنت على الهوا اتفضل. أنت إزاي أم عبد الرحمن؟ إزاي في عبد الرحمن صغير؟ اتفضلي يا حبيبتي انتي على الهواء. ايوه انا بحب البرنامج بتاعكم جدا. ربنا يعزك يا حبيبتي بنشكرك. عايزه تسمعي حاجه من ياسمين؟ وبتفرج عليكم كل يوم والله. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ومبسوطه مننا؟ ايوه طبعا. طب الحمد لله. عايزه تسمعي غنوه معينه من ياسمين؟
ياسمين صوتها جميل جدا، وانا بقول لها ربنا يوفقك ان شاء الله. متشكره جدا يا ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله بنشكرك يا حبيبه قلبي. عبير. عبير يا عبير. ايوه يا فندم. ازيك يا عبير؟ ايوه فندم مساء الخير. سألوني حبيبتي اتفضلي. انا برحب بكم طبعا. الله يخليكي. بسلم عليكم، والبنت دي صوتها جميل. شكرا جدا لحضرتك. ليه كده؟ اللي بعده طيب. ها مين تاني؟ طب تسمعينا ايه بقى على ما يجي لنا تليفونات تانيه. عايزه انت بتحبي ايه بقى؟ انت ما بينك وما بين نفسك او صحابك بيقولوا لك تغني لهم ايه دايما؟ حاجات كتير يعني، انا اكتر ناس بحب اغني لها انغام مثلا جدا. اصاله طبعا. تغني حاجه من القديم؟ مثلا حيرت قلبي. طب اختاري بقى حيرت قلبي او اختاري اصاله زي ما انت عايزه. خلاص بدل ثلاث عشان احنا قدامنا بقى دقيقتين. تمام يلا. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي والعميل ايه وياك ولا عميلي ويا قلبي بدي اشكي لك من نار حبي وبدي احكي لك علي في قلبي بدي اشكي لك من نار نار حبي وبدي احكي لك علي في قلبي واقول لك علي سهري واقول لك علي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي مناني عزة نفسي من عاني. برافو ياسمين. برافو برافو يا حبيبتي. احلامك ايه بسرعه يا ياسمين؟ بجد ربنا يوفقك. ابقى مشهوره والسنه الجايه بقى نستضيف على الحفلات ومعاك فلوس كتير. السنه الجايه بقى نستضيف. ما تبقيش تنسينا بقى. عامله فيلم حلو او مسلسل زي ما كان، وانت في ايد امينه ما دام مع شادي وريمون مقار، انت كده في ايد امينه بجد يعني. ربنا يسعدك ويوفقك ويشفيكي من البرد ده، خلي بالك من صوتك. النبي ده البرد طلع حلو. احلى من كده. نورتينا يا ياسمين. نورتينا. شكرا لحضرتك جزيلا على وجودك معانا. ميرسي يا حبيبتي. ان شاء الله من غير مقاطعه بكره كده يوم الثلاثاء لحطت ايديكم زي ما احنا كده. هتيجوا بكره تلاقونا ان شاء الله. حلقه جديده. لا حلقه جديده لازم نبقى مع بعض كلنا. ان شاء الله تبقى حلقه بكره برده تعجب حضراتكم. ونشوفكم دايما على خير. نشوفكم بكره على خير. بكره على خير ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. سلام عليكم. Bye.